نصائح ما بعد الولادة، واللي هي الفترة ديال النفاس. فاش نكونو نفايسات اشنو خاصنا نديرو؟ شنو هما النصائح المهمة اللي خاصني ندير باش ديك الفترة ديال النفاس دوز مزيونة، خالية من المشاكل، خالية من الامراض، ما فيها حتى شي خلل، دوز سليمة وتبقى حتى هي في الذاكرة ديالي باللي فاش كنت نفيسة دازت زوينة، وها شنو كاين وها شنو كاين. حلو معايا مزيان وديناتكم، وخليكم معايا حتى لاخر الحلقة باش تستافدوا بهاد النصائح اللي غادي نعطيكم. ويلا عجبتكم لا فيديو او اقتنعتوا بهاد النصائح او عندكم شي استفسار او شي سؤال او شي فكرة باغيين تشاركوها معنا، ما تنساوش تبارطاجيو معنا هادشي ديالكم في التعليقات باش نستافدوا جميع من التجارب ديالكم ومن النصائح ديالكم مع بعضكم. صراحة فاش كنقرا لي كومونتير ديالكم تيعجبني الحال، وخاصة فاش كنلقى بعض السيدات مجاوبين في بلاصتي، اولا كيقولوا لها تسناي راه غادي راه تجاوبنا غادي تجاوبك، او كنلقى شي وحده كتقول لها انا اخر دوره ديالي فوقاش بحالك ولتي ولا مازال. يعني كاين واحد التواصل، كاين واحد التفاعل في التعليقات. انا فرحانه بكم وجد فخوره بكم، وكنعتذر منكم بقوه الا تعطلت عليكم في التعليقات. صراحه راه والله القسم صعيب نجاوبكم كاملين، وخاصه هذوك الحوامل اللي تكتبوا لي حسبي لي اخر دوره انا قدا وقدا فوقاش ممكن نولد، سمحوا لي وبزاف ما تنقدرش نحسب لكم كاملين ونجاوبكم كاملين دقه واحده. كل مره تنحاول نحسب لواحد الكميه ولكن صعيب نجاوبكم كاملين. طولت عليكم، يلاه معايا النصائح ديال فتره النفاس. نصيحه رقم واحد، نصيحه مزيونه وسهله ماهره، اللي هي خاصكم ترتاحوا مزيان، تاخذوا القدر الكافي من الراحه. نرتاح نعطي لراسي الراحه، ما نبقاش مشوشه ومقلقه ومعصبه، لا الدار ما مخملاش، لا ما مطيباش، لا ولادي لا راجلي، لا نديها في راسي ونديها في ديك البيبي اللي انا مسؤوله عليه. بيان سور غادي يكون عندكم شي حد اللي خاصكم تطلبوا منه يد المساعده، هذه غنحسبها النصيحه الثانيه وغادي نمزجها مع النصيحه الاولى باش يكون موضوع. دائما من بعد الولاده نحاولوا نطلبوا يد المساعده من احد افراد العائله، الزوج الام. يعني الزوج ما غاديش يقدر بوحده، في حاله الا كنتو في الغربه، اللي في الغربه بالطبع غادي تحمل المسؤوليه ديالها هي والزوج ديالها. وبيان سور الا كانوا بعض الاصحاب او الاهل او المهم، في حاله ما عندك لا حنين لا رحيم، كاين الله عز وجل وكاين ديك الزوج الكريم الا هداه الله عليك وينوض يعاونك. وتنتمنى من اي زوج دابا تيتفرج فيا مع الزوجه ديالو او شي حد طلعت عنده باغازاغ في اليوتيوب، الله يخليك لما ساعد الزوجه ديالك، كون معاها في ديك اللقطه راه كتكون في واحد الحاله، في واحد الظرف من الظروف، كتكون جيت حساسه عندها الالام بزاف د الامور، يلا خرجت من التجربه ديال الحمل وعلم الله كيفاش ديك الحمل دوزاته ودول الولاده كذلك، وغادي نجيو في الفتره ديال ما بعد الولاده. الله يخليكم، سيلفو بلي الرجال لما عاونوا عيالاتكم وحنوا فيهم وكونوا معاهم، وان شاء الله غادي ديروا جديده في جديده وتخطاو هذيك الفتره ديال ما بعد الولاده بجوج ان شاء الله بالسعاده والنشاط مع ديك البيبي ديالكم، والله يفرح الجميع. يعني ناخذ راحتي باش حتى ديك الغراز ما نزربش عليهم وما نتحركش بزاف، لان كل ما كثرت الحركه بزاف يعني خارجه على القانون بيان سور غادي نضر لو كور ديالي، لان الوالده كتاخذ واحد الوقت باش ترجع للمكان ديالها مزيان. كذلك الغراز اللي ولاده قيصريه ما خصناش نكثروا كثرة الحركه باش ديك لابلي ما تكرفش. وبالنسبه لوالده ولاده طبيعيه الغراز من التحت حتى هي اكثر من القيصري، يعني كل ما تحركت راني يعني كنحك ديك الفخيدات ديالي، ديك الغريزات ما كنخليهمش يرتاحوا. غادي ندوز للمرحله النصيحه اخرى جد مهمه عندها علاقه بالغراز، وهي الاعتناء بالجرح ديال الولده طبيعيه او القيصريه. الله يخليكم، ركزوا مزيان على هذه النقطه، هذه نهتم مزيان ننظف مزيان الغراز ديالي، ما نكونش مهمله. بالنسبه لوالدي ولاده طبيعيه خاصهم يبدلوا الكيلو ديالهم جوج المرات في النهار، مع في كل مره غادي يدخلوا يديروا لي سوا خاصهم يردوا البال مزيان ديك لي سوا تكون طريقه صحيحه وسليمه. صراحه باغا نتعمق في هذا الموضوع واخا ديجا هضرت عليه صافي لونطو، غادي نعاودكم ان شاء الله طريقه الاعتناء بجرح الولاده الطبيعيه وعاود كذلك القيصريه. المهم الميساج الاساسي هو نهتم والعنايه بشق العجان وبالفتحه ديال الولاده القيصريه. من بعد غادي ندوزو للنقطه حتى هي اللي مهمه، انا اي حاجه تنقولها لكم مهمه وديروا بها الله يجازيكم بخير، وهي الاكل الصحي وشرب الماء. ناكل مزيان ما ناكلش بزاف، فرق بين ناكل مزيان كاين اللي ما غاديش تفهمني، ناكل مزيان سافو دير ناكل بزاف نو، نعرف شنو خاصني ناكل،
ناكل التغذيه الغنيه بالالياف، نشرب الماء بزاف، ناكل الخضر والفواكه، نبعد من الماكولات اللي كدير الامساك لا كونستيباسيون. الا كنت والده بالغراز وما شربتش الماء بزاف وما تحركتش واحد شي شويه في الدار، يعني الفو بوجي. انا ما تنقولكمش ناخذوا الراحه ديالنا يعني نبقاو النهار وما طالو حنا مجبدين ناعسين، لا خاصني نوض شي شويش ندور، يعني غير بحال اللي غادي نتسارى في الدار، نهز شي حاجه خفيفه، هادي هكذا هادي هكذا، نشوف راسي في المرايه، نوض نغسل وجهي، ندير الماكياج، نديها في راسي، يعني الاعتناء بالمظهر الخارجي ديال النفيسه. ما نبقاش دايره ديك الشده وحالتي حاله والبيجاما حامضه عليا، يعني نديها حتى في راسي. وهاد الفتره ديال النفاس جد مهمه اننا نعيشوها بواحد نبغيو راسنا، المراه تبغي راسها، لان فتره ما غاديش تعاود في كل شهر وفي كل شهرين، سير فوقاش عاود نحملو ونولدو. يعني انا نفيسه بحال اللي انا عروسه، ما ناخذوش الموضوع ديال النفاس بحال المرض. شحال من وحده الله يحسن العوان على حسب الظروف ديالها عفوا سمحوا لي، على حسب الظروف ديالها. المهم ما غاديش ندخل في التفاصيل ديال الظروف، كنقول لكم باللي كيف ما كانت الظروف نتغلبوا عليها، نكونوا انيقات، نكونوا نقيقيات، نعتنيو بالجسم ديالنا، نعتنيو بالبيبي ديالنا. المهم اهم حاجه ديك الفتره ديال النفاس ما تدوش بها، واللي جاها او حسس براسها غتدخل في اكتئاب تحاول ما امكن تبادر باش ما تدخلش الله يستر في اكتئاب الحاد. ما كاين لاش يجيكم الاكتئاب الحاد، الله يخليكم، كونوا قد المسؤوليه، ما تشوفوش الحمل والولاده كمرض، شوفوه واحد النعمه من عند الله، ربي عطاني واحد الحاجه راه وحده اخرى ما لقاتش او مازال ما كتبش عليها الله المدة طويلة وكتخسر فلوسها الصحيحة باش يكون عندها ان بيبي. دونك اللي عطاها الله ان بيبي تعرف كيفاش تكون لالا مولاتي وتكون ام حقيقية، يعني تستمتع بديك الحمل، تستمتع بالولادة ونستمتعوا بفترة النفاس. لان شحال من وحدة كتعصب كتمرض كتفقس يقدر يمشي لها الحليب او كتبقى ترضع كيف ما تنقولوا في المحيط ديالنا في الوسط ديالنا تنرضعوا وليداتنا حليب الفقصة. نشارك معكم واحد النقطة صغيرة ربما حتى أنا دزت منها، علاش؟ لأنني كنت في الغربة وكانت البنتة ديالي صعيبة في التربية ديالها، ما شاء الله ماشي صعيبة، كانت صعيبة وبزاف. أنا جو بارطاج أفيك فو مرة واحد شي حويجة شخصية ديالي ما فيها باس. يعني بنتي كانت صعيبة والغربة وغير أنا والزوج ديالي، وكانوا بعض الصديقات الله يكثر خيرهم كنحييهم من هنا، صحاباتي اللي قابلوني في الحب في الولاده ديالي لان ما كانش معايا الوالده ديالي. شكرا بزاف بزاف وبقيتوا ان بون سوفونير في حياتي، انا خطيكم ان شاء الله في ميزان حسناتكم باذن الله. دونك اي وحده شوفوا حتى اللي مازال ما حتى اللي غادي تقابل شي وحده وهي والده غتاخذ الاجر وغادي تبقى ديما ديك الشخص مفضل في حياتها وعندها عزيز كتفكروا في واحد، لان حنايا في ديك الفتره ديال الحمل ديال الولده النفاس كنكونوا حساسين بزاف، تقدر اي حاجه تبكيك، تقدر اي حاجه تقلقك، المهم تنكونوا على سبه. هي في الحمله اون جينيرال من نهار تيقول لك الطبيب مبروك لاله راك حامله وحنا على سبه في البكا وفي الحزن، تنكونوا حساسين، لي زغمون تيتخربقوا، هادشي من عند الله سبحانه وتعالى. دونك انتيها في راسي، نهتم بالغريزات، ناكل مزيان، الاكل الصحي، حتى بالنسبه للرضاعه الطبيعيه خاصني نستافد من ديك التغذيه باش يكون عندي الحليب. غادي نشارك معكم ان شاء الله موضوع شنو خاصكم تاكلوا في الفتره ديال الرضاعه، او نقدر ندير لكم شي وصفه نشاركها معكم. عطى الله ما يدار عطى الله ما يتقال غير الوقت اللي ما كاينش. ما تنساوش تحدوا الزيارات ديالكم، يعني في الفتره ديال النفاس تقللوا من الزيارات وتقللوا من الخروج. كاين بعض العائلات اللي ما تيخليوش النفيسه ديالهم تخرج حتى تكمل 40، حنا بنات اليوم ديال دابا 99% محال واش شي وحده فينا كملات 40 يوم عاد خرجات. تبارك الله علينا مزروبين في كل شيء وتنبغيو نخرجوا وتنحبوا نساراو، دونك تنخرجوا. انا شخصيا ما درتش بهاد التقاليد ديال 40 يوم انني نفيت 40 يوم، يمكن ميم با شي 2 سيمين خرجت انا والزوج ديالي والبنيته ديالي ان بيبي بالفرحه، يعني عندنا شي شغالات ولا، وخاصه كنخرجوا للتلقيح. المهم تردوا البال، وسيرتو دابا البرد انا تنصحكم دو بريفيرونس خليكم في الديور ديالكم، كاين المرض كاين الوباء الله يرفعو علينا، كاين بزاف د المسائل. دونك ديك البيبي الله يخليكم خليوه في واحد لا شومبغ. واحد النصيحه، ما تبوسوش الوليدات بزاف، المولود الجديد نبعدو منه نعطيوه اتساع. تنحبوهم تنبغيو نعنقوهم، عندنا عزاز سيرتو الا كانوا ديال الشباب ديال ولد اختك بنت اختك او صاحبتك، المهم شي شخص اللي هو عزيز كنبغيو ديك الحب ديال الام ديالو تيكون في البيبي. دونك نبعدو من البيبي اللي تنبغيوه نبعدو منه،
نبعدو من البيبي، لانه الرواح البرد الفيروس سيدور دونك ما نبوسوش، كيبقاو يحمروا مساكن تيخرج لهم الحبوب. دونك هذاك البيبي تنحبو ومبروك على ماما من التيساع، ما نقربلوش وما فيها باس، غير حنا عندنا شي شويه بحال اللي حشومه تنحشمو نقولو شي حد اللي عافاك ما تبوش بنتي ولا ولدي، لانه كون على يقين بلي داك الشخص اللي غتقول له ما تبوسنيش بنتي ولا ولدي غادي يبقى فيه الحال. الله يخليكم، نبدلو هاد الافكار، نكونوا واعيين شي شويه، راه غير مصلحته ما فيها باس. وحتى اللي حشمات وتكمشات كنتمنى ديك الناس اللي غتمشي تشوف البيبي ما تبوش ديك البيبي، نخليوه دو كوتي، والله يسعدكم جميعا. نحاولوا ما امكن نديروا بعض التمارين باش اللي يتجمع لنا المهبل بالنسبه للسيدات اللي ولدين ولاده طبيعيه. وان فوا تحس براسك ان شاء الله درتي لاباس، الغريزات طاحوا، الامور ديالك على ما يرام، انتينا البنيه الجسديه ديالك هي هذيك، مندخل لاصال لعب الرياضه باش نحارب هذيك الكريشه اللي غتبقى من بعد الولده. كانوا هذوما النصائح ديال فتره النفاس، بزاف النصائح اللي مازالين، باش انني نبقى نقول لكم كلشي بالتفاصيل غتكون لا فيديو فيها شي 30 دقيقه. صراحه ما نكرهش نبقى نهضر ندردش، لان تنحب نهضر وتنحس انكم معايا وتنوصل لكم الفكره. نتوما فقط ملزومين، ماشي ملزومين، غير الا جات على خاطركم ديو معايا شي دعوه ديال الخير، الله يسهل عليكم. وصراحه تيوصلوني تعليقات كديو معايا، ميرسي بوكو بوكو بوكو، الله يجازيكم بالخير، شكرا بزاف. لا فيديو هي هذه، النصائح هما هادو. الا تفكرت شي حويجه اخرى نقدر نجاوبكم على في التعليقات، اللي عندها اي سؤال مرحبا على الراس والعين، واللي تعطلت عليها تسمح لي. دمتم سالمين، تهلاو لي في راسكم، ومبروك لكم النفاس، واللي ولدات الحمد لله على سلامتها، واللي عندها شي سؤال غادي نتسناه ان شاء الله. مع السلامه ونشوفكم على خير، وتهلاو في راسكم المره الثالثه. باي باي.